آمين. وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا برحمتك يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. نبرأ إليك من حولنا وقوتنا وعلمنا وحفظنا وذكائنا، ونلتجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. أهلا وسهلا بطارق، الله يرضى عليك. لا لا، خذ راحتك. اللهم صل على سيدنا محمد. عنوان خطبة اليوم: السكينة في البيوت. لكن يعني حتى أتوسع في بعض الأمور، لا بد من بيان بعض التفاصيل فيما يتعلق بالسكينة، التي أسأل الله العظيم أن يكرمنا بالسكينة. السكينة العلماء قالوا هي أخص من الطمأنينة. الطمأنينة عند تصل إليها من خلال العلم واليقين، خلاص أنا مطمن أنه طارق هون، أنا مطمن أنه طارق هنا، هاي علمي أنه طارق موجود، مطمئن لوجوده. لكن السكينة أعلى، بمعنى أنه لو وقع لا قدر الله أي شيء مخيف، أنا عندي سكينة، ردت فعلي شو بالشام شو بيسموه، نجمه خفيف، أنه بيرتعب بسرعة، أنه أنا عندي سكينة، أنه ما دام ولله المثل الأعلى، أن فلانا موجود فهذه سكينة. الله يريد منا أن نكون ساكنين، حتى بالتركية ساكين يعني مأخوذة من اللغة العربية، أنه طمأنينة، يكون عندك سكينة. اللهم صل على سيدنا محمد. كيف لنا أن نصل يا طارق الخير إلى السكينة في بيوتنا؟ بعض الأدباء كان يقول: بيت السكينة رب العرش يحفظه، بيت السكينة رب العرش يحفظه، وليس يبنى على جاه ولا مال. السكينة ما بتجي لا بالمال ولا بالماركات، وليس يبنى على جاه ولا مال. قد بارك الله في أهلي وفي ولدي لما اتخذت من الإسلام سربالي. يعني أنا جعلت حياتي كلها هي الإسلام، فأكرمني الله بالسكينة. طيب، قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. تذكر يا طارق أو لا تذكر أننا ميزنا في هذه الآية بين أمرين اثنين، بين المودة وبين المحبة. فقلنا إن المحبة أو إن المودة هي نقل الحب المتأصل والمتجذر في القلب إلى سلوك عملي، لذلك كل ودود محب وليس كل محب ودودا. ليش؟ لأن المودة هي الحركة العملية للحب، المودة هي دليل راسخ على وجود المحبة. الرحمة أنت ممكن ترحم إنسان ما بتحبه، جارك كذا، ما في محبة لكنك ترحمه، فالمحبة ليست مرتبطة بالرحمة، تمام؟ والمودة إنما هي دليل على وجود المحبة، يعني هي السلوك العملي للمحبة. اللهم صل على سيدنا محمد. كيف لنا يا طارق أن نصل إلى المودة وإلى السكينة في البيت؟ من خلال أمور. أولا يا طارق، بدنا نكتب، أنت جاهز؟ أولا تصفية الضمير بتنقية القلب وحسن الظن مع الزوجة. قال تعالى: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. يعني أنت تنوي، واحد يقول لك أخيرا والله مع محبة لزوجتي، طب أنت نويت تحبه وما حبيته؟ لما تنظر إلى حسناتها، لما تنظر هي إلى حسناتك، تحبك، تحبها، بتقارنها بغيرها، تجد ما شاء الله أنها ولية من أولياء الله بحسناتها. أما إذا واحد أصلا
لا يقيم وزنا للميثاق الغليظ الذي سماه الله عز وجل وأخذنا منكم ميثاقا غليظا للزواج، فلا يمكن أن يصل إلى هذه الحالة العرفانية. طيب، إذا أول وحدة يا طارق شو هي؟ طيب، الله، هذه من أهم مشكلات بين الأزواج يا طارق، أسأل الله أن يبعد عن الجميع المشكلات، هي سوء الظن. أنه تقول الزوجة هو شو بيقصد به الكلمة، شو بيقصد به النظرة، ليش؟ فأنا لما بنوي أنه فعلا أنا لما أكرم زوجتي أن هي عبادة مثل الصلاة مثل الصيام، أنا أتقرب يعني أتقرب إلى الله، أتعبد الله بإحساني إليها، وهي لما تتحبب إلي وتساعدني وتكرمني و يعني تشفق علي، إنما هي أيضا في عبادة. إذا كان الزوجان يتعاملان بهذه الثقافة لا يمكن أن يعني لا يكون بينهما مودة أو رحمة. طيب، ثانيا يا طارق، كيف أصل إلى المودة والرحمة وإلى السكينة؟ قال العلماء: الحرص على غض البصر. الحرص على غض البصر كيف؟ في حديث أنا يروي الإمام مسلم، ذكرته أكثر من مرة يا طارق، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا من امرأة صالحة إن نظر إليها سرته وإن غاب عنها حفظته في نفسها وفي ماله. أين الدليل أو أين الشاهد في الحديث؟ الحديث أن النبي قال بعد تقوى الله، يعني إذا إنسان لم يكن تقيا لا ينفعه الزواج. كم من إنسان بعد الزواج صارت عينه شاردة، ليه؟ ما عنده سكينة، يعني دائما يقارن ينظر هذه كذا وهذه الصورة الفلانية، والآن صار الموضوع مبذولا يعني في الأسواق وفي الأماكن وفي الهواتف كل مكان. الإنسان لو يغض بصره يكون هذا أسكن لنفسه، يعني يكون عنده سكينة ببيته. أما دائما بيقارن زوجته بغيرها أو تقارن زوجها بغيره، لا يمكن أن يكون سكينة. فلانة كذا كذا وفلان كذا كذا، هذه للأسف وسائل الإعلام الغير كريمة للأسف لعبت دورا غير كريم في هذه المسألة بين الأزواج. فمن أسباب التي نحصل بها السكينة أولا يا طارق تنقية الضمير، عفوا تصفية الضمير وتنقية القلب، أنك يكون عندك نية طيبة تجاه زوجتك وأنك تتعبد الله بإكرامها. ثانيا الحرص على غض البصر حتى لا تكون هناك مقارنات، لأن الإنسان إذا دخل في هذه الساحة اضطربت نفسه. الله. ثالثا يا طارق، إذا أردت أن تصل إلى السكينة ينبغي أن تعتقد أن هذه المرأة، وينبغي عليك أن تعتقدي أن هذا الرجل هو عون لك في دينك، لقوله صلى الله عليه وسلم: من تزوج فقد أحرز شطر دينه فليتق الله في الشطر الثاني. يعني أنا النبي عليه الصلاة والسلام عم يقول لي أنت بدك تحافظ على دينك وبدك يكون دينك كامل، تزوج. طيب الذي يعينني على هذا الشطر على هذا النصف هي الزوجة، هو الزوج. فأنا عندما أنظر إلى المرأة أنها معوان لي على طاعة الله وعلى تقوى الله، لا يمكن أن لا يكون بيني وبينها مودة. يعني أنا لما أذهب إلى إمام مسجد وبتعلم منه حرف حرفين وأذاكره يذاكرني أو إلى أخ في الله، يعني سبحان الله في لابد أن تكون بيني وبينه محبة عظيمة. فكيف بزوجتي التي هي حريصة على ديني، حريصة بتقول لي قم صلي الوتر، صلي الفجر، صلي كذا، هل أخرجت زكاة مالك، هل نويت كذا، هل قدمت كذا، دائما في رابط ديني، وهو كذلك يذكرها يقول لها
الله يرضى عليك، صليتي ولا ما صليتي؟ عليك صلاة ما عليك صلاة؟ فعلتي كذا كذا؟ ساعدتي أهلك؟ ساعدتك؟ يعني دائما في معاني أخروية وليست معاني دنيوية. للأسف 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 كثير من البيوت الحديث فيها دنيوي، شو الهم الحياتي، الأكل والشرب واللباس ما أدري مين والأسواق والكذا، يعني ما في حديث أنه بابا صليته، حبيبتي صليتي أنت، ما صليت، يعني هذه المعنى. كيف علاقتكم؟ ذكرت الله؟ شو اليوم؟ هل حكمتم أمر الله في حياتكم؟ هل عرضت لكم مسألة فيها بيان شرعي فقدمتم بيان الله عز وجل على أهوائكم؟ هذه مسألة هامة جدا ينبغي علينا أن نقدرها قدرها إذا أردنا أن نصل إلى المودة، لأنه لا يمكن أن إنسان يعصي الله ويكون في بيته مودة. طيب كم وحدة صاروا طارق؟ ثلاثة. تعدلنا يا هون؟ ثانيا الحرص على كثرة غض البصر، يعني مو واحد بس يغض، يكثر من غض البصر مشان يبقى في، ما يقارن بين زوجته وبين لك ليتني لم أفعل ويصاب بإحباط، لأنه بضل وبحياته ما راح يرتاح، أو العكس كمان هي لو أنا كذا يعني. ثالثا نعم الله. رابعا أن تعفها وأن تعف نفسك وأن يكون في شهوتك نية صالحة. الله. في كلام فارغ غير صحيح ينسب إلى سيدنا علي، وهذا الكلام غير صحيح، إنه بيقول لك يتمنعن وهن الراغبات، هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح. العلاقة بين الرجل وزوجته مبنية على، يعني هي العلاقة الخاصة بين الرجل وزوجته، أقصد العلاقة الجسدية، هي نتيجة لمقدمات وليست هي المقدمات. يعني لا يمكن أن يتصور أن تكون هناك علاقة بين الرجل وزوجته إذا كان في النهار يسبها ويشتمها ويهينها، أو هي تسيء إليه تؤذيه بالكلام أو تزعجه، لا يمكن لا يمكن أن يكون هناك لقاء. قال صلى الله عليه وسلم: أما يستحي أحدكم أن يضرب زوجته كما يضرب العبد ثم يطلبها لنفسه في الليل في النهار، بعد يعني كما يضرب العبد في النهار بعدين يطلب الليل؟ لا، الإنسان ينبغي أن يكون فاهما وأن تكون نيته حتى في شهوته التي غالبا فيها غفلة ينوي بها أن يعف نفسه وأن يعف زوجه. قال صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته وله أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أليس عليه وزر؟ قالوا: بلى. قال: كذلك لما وضعها في الحلال كان له الأجر. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. إذن أول وحدة يا طارق شو هي؟ تنقية. ثانيا ثالثا نعم خامسا أن تعتقد أن هذه المرأة سبب رئيس لسعة رزقك. كيف يعني؟ لنكن صرحاء يا طارق، طبعا ما بدي يفهموا مني النسوان كلام خطأ، ما في إنسان تزوج إلا زاد رزقه. هل أخليه على وحدة مشان ما يفضحونا؟ نحن المقصود هنا بمعنى أن المرأة التي تتزوجها لا تأكل هم رزقة، الله عز وجل سيكرمك ببركتها، هذا المعنى، أنه هي البركة تبع حياتك، هي سبب سعة رزقك. حتى كان مما ورد في هذا أن سيدنا عبد الله بن مسعود كان يقول: التمسوا الغنى
بالنكاح. والله قال في القرآن الكريم: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. طيب، إذن هي سبب لسعة الرزق. بدك تعتقد أن زوجتك هي سبب. بعض الناس بيقول أنا سبب هذا الزواج صرت فقير، هذا الكلام لا يجوز أبدا، وما ينبغي أنه يفكر بها الطريقة أبدا. الله، كم وحدة صاروا؟ سادسا. صاروا خمسة ولا خمسة؟ سادسا، أن تنوي عندما تتعامل معها أن ترحمها لأن الله سوف يرحمك. كيف؟ لاحظ أخي طارق أنه الله عز وجل أخذ هذه المرأة من ملايين النساء، مئات ملايين النساء في العالم، وجعلها زوجة لهذا الإنسان. أخذها من أهلها، من ثقافتها، من بيتها، من حياتها، من كل شيء مختلف تماما، حتى تعيش مع إنسان غريب عنها في كل شيء. فحقيق بهذا الإنسان أن يرحمها وأن يعطف عليها وأن يعتقد أنه إن رحمها سوف يرحمه الله. مرة عم بقرأ قصة أنه واحد من صعيد مصر المبارك الطيب، من داخل صعيد مصر، الله كاتب له يتزوج مين؟ امرأة من اليابان. شو جاب اليابان على الصعيد؟ يعني مسافة بعيدة، لكن الله قدر هذا. يعني أنت ما بتعرف وين الله كاتب النصيب. لذلك لما نقرأ في أواخر سورة سيدنا محمد، محمد صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، الله شو قال؟ تراهم ركعا سجدا. فقال أهل التفسير: قدم الرحمة على الركوع والسجود. ليه؟ قال: لأنها هي الأساس التي تجعل المصلي مصليا حقيقيا. اللهم صل على سيدنا محمد. فأين الرحمة من أزواجنا؟ قال مالك بن دينار لما سئل عن أشد العذاب، أشد عذاب يعذب الله به عبده في الدنيا، قال أن يضرب على قلبه بالقسوة: ما عوقب عبد أعظم من قسوة القلب، وإذا غضب الله على قوم نزع الرحمة من قلوبهم. حتى إخواننا المسيحيون شو بيقولوا طارق؟ الله محبة، صح؟ الله، عندنا في القرآن الكريم أكثر من 500 آية تتحدث عن الرحمة ومشتقات الرحمة والحب وإلى آخره. هدول كم وحدة صاروا طارق؟ ستة. يعني إذا حافظنا عليهم ممكن واحد يعيش السكينة ببيته؟ ممكن. طيب، هل هذه الستة التي ذكرناها تعني أن الرجل هو ما شاء الله المعصوم، هو الولي والزوجة سيئة؟ لا، هذا الكلام موجه للمرأة وللرجل. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك لنا في أزواجنا وبناتنا وأولادنا، وأن يجللنا بالسكينة وبالرحمة، وأن يجعل الرحمة هي نورنا وهي لبراسنا، وأن يرزقنا السكينة والطمأنينة في بيوتنا وفي أعمالنا وفي حياتنا. اللهم ارزقنا الطمأنينة والسكينة في الزمان وفي المكان ومع الأشخاص برحمتك يا رب العالمين، وفرج عن المهمومين في مشارق الأرض ومغاربها ما أهمهم وأغمهم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله